إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد وفعالية في محاربة هذه الظاهرة وما أسفرت عنه من نهب وسلب للأملاك العامة بطرق احتيالية وقرارات غير مشروعة التي له البت فيها والكشف عن بطلانها وفقا للقانون وبكل حياد وتجرد واستقلالية لاسترجاع كل الممتلكات المنهوبة. وهذا ما يؤكد أن آفة الفساد التي عرفتها بلادنا لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوة والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة. إن العدالة اليوم في مفترق الطرق، وهي محطة أنظار الجميع سلطة وشعبا، وينتظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة وتكريس حقوق المواطن، فهي مدعوة أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدورها الكامل، لا سيما في مجالي التصدي للجريمة بمختلف أنواعها وأهمها آفة الفساد، ومحاربتها بالتطبيق الصارم والعادل للقانون.